السلام عليكم. اليوم راح نكمل برضو في شابتر 11 اللي هو موضوع عن الرولينج كونتاكت بيرنجز. تعرفنا خلال محاضرتين الماضيات كيف ممكن نسوي سيلكشن لبيرنجز. بيسكلي زي ما انتم متذكرين تعاملنا مع البول بيرنجز وتعاملنا مع ستريت رولر بيرنجز. شفنا برضو سيناريوز اللي ممكن يكون فيها كومباين لودينج اكسل وراديال مع بعض وكيف نحسب الافكتيف، وشفنا برضو السيناريوز اللي بيكون فيها قيمة اللود ما هيش ثابتة بشكل مستمر، ممكن تكون متغيرة، وبرضو شفنا كيف ممكن نحسب قيمة الإكوفلنت لود اللي أساسه بنحسب قيمة السي 10 وبنروح نختار البيرنج المناسب من الكتالوج. طيب اليوم راح يكون آخر عن المحاضرة عما في هذا الشابتر، وراح يكون موضوعنا عن selection of tapered roller bearings. زي ما تذكرين لما حكينا عن roller bearings في منها أنواع مختلفة. في عنا نوع اللي هو بسموه tapered roller bearings اللي راح نحكي عنها. طيب ليش راح نحكي عن tapered roller bearings بشكل مستقل عن straight roller bearings؟ عشان فعليا هون في عنا procedure شوية مختلف نستخدمه لما يكون عنا tapered roller bearings، وهذا اللي راح نشوفه من خلال محاضرة اليوم. طيب بالنسبة للتيبر رولر بيرنج من ناحية الأجزاء الأساسية هي برضو أربع أجزاء زيها زي أي نوع ثاني أنواع البيرنجز، بس تختلف شوية تسميات. طيب القطعة الخارجية اللي احنا دائما كنا نسميها الأوتر رينج هنا بيصير اسمها الكب. القطعة الداخلية اللي دائما كنا نسميها الانر رينج هنا بيصير اسمها الكون. في عنا تيبر رولرز وفي عنا هذا الكيج او الريتينر، فيعني بيسكلي هي نفس الاربع قطع الاساسيه بس بصير عنا اختلاف في التسميات. طيب هسه الشيء اللي بننتبه له هنا لما نحكي عن تيبر رولر بيرنجز، ان فعليا تيبر رولر بيرنج اربع اجزاء بس تيجي عباره عن تو سيبريت اسمبليز زي ما انتم شايفين. الانر رينج اللي احنا نسميه هون الكون بيجي ثابت عليه او راكب عليه اللي هو الكيج اللي بيمسك التيبر رولرز والتيبر رولرز. هذه القطعه اللي هي القطعه الخارجيه ممكن نسميها الاوتر رينج او زي ما حكينا هون نسميها الكب. الكب عاده بيجي كقطعه منفصله، فبيجي عندنا قطعتين، هذه القطعه لحالها اللي هي الكون اسمبلي، وبيجي عندنا قطعه ثانيه اللي هي الكب، بيركبوا جوا بعض وقت التركيب على الشافت. هسه طبيعي القطعه الثانيه مش موجوده عندي هون عشان اوديكم، بس بتخيل سهل تتخيلوا شو شكلها. عباره عن قطعه والها زي كونيكال سيرفيس داخلي، فعشان هيك بنسميها الكاب اسمبلي. فبتيجي هاي القطعه بتركب جوا الكاب اسمبلي وهيك بصير عندنا البيرنج كامل بنستخدمه. طيب هسه في بناء على اللي احنا شايفينه هون هذا راح يسبب لنا بعض الاختلافات في سيلكشن بروسيجر. طيب الشيء الاساسي هون اللي بدنا ننتبه له انه هذا النوع من البيرنجز اللي هو تيبر رولر بيرنجز ممكن ياخذ دقيقه شوي. طيب ممكن نحط عليه راديال لود لوحده، ممكن نحط عليه ثراست لود لوحده، وممكن نحط عليه اي كومباينيشن راديال وثراست في نفس الوقت. لاحظ مثلا لما كنا نحكي عن البول بيرنجز فعليا البيرنج مصمم اصلا عشان تاخذ راديال لود وممكن تاخذ شويه ثراست. اذا عندنا ثراست لود لوحده في بول بيرنجز خصوصيه نسميها ثراست بول بيرنجز، هذيك مصممه انها تاخذ ثراست. طيب هذا النوع ممكن نستخدمه اذا عندنا راديال لوحده، ممكن نستخدمه اذا عندنا ثراست لوحده، ممكن نستخدمه اذا عندنا كومباينيشن من راديال وثراست في نفس الوقت. طيب هسه شغله مهمه ننتبه لها هنا، لو كان عندنا بيرنج زي هيك واجينا طبقنا عليه راديال لود لوحده، فعلى سبيل المثال لو اجيت على هذا البيرنج وطبقت عليه راديال لود زي هيك بهذا الاتجاه، فيش عندي غير راديال لود. بس لاحظ انه هذا الراديال لود شو راح يحاول يساوي؟ بما انه هذا الكب السطح تبعه مايل، فعليا راح يحاول يسبب انه الكون اسمبلي تنزلق بهذا الاتجاه. اكيد في الاسمبلي الكامله تبعنا راح يكون في عندنا شيء بيمنعها، هسه راح نشوف كيف راح نمنع هذه الحركه، كيف بدنا نمنعه انه ينزلق وينفصل قطعتين عن بعض. فبما انه ما نحن نتحرك بهذا الاتجاه ففعليا راح يتولد عندنا ثراست رياكشن، هذا بنسميه induced thrust. فيعني فعليا حتى لو طبقنا الراديال لود لوحده راح يتولد عندنا ثراست نتيجه ميلان السطح اللي هون، هذا بنسميه induced thrust. وهسه راح نشوف كيف بدنا نحسبه وكيف بدخل معنا في الحسابات. طيب زي ما حكينا لو طبقنا الراديال لود لوحده هذه القطعه بدها تنزلق، فاحنا ما بدناش اكيد هذا الشيء يصير، بدناش القطعتين تبعات البيرنج ينفصلوا عن بعض والشافت يتحرك من محله.
طيب فكيف ممكن نحل هذه المشكلة؟ هسه عشان نحل هذه المشكلة في عنا طرق للأسملي بنستخدمها مع تيب الرولر بيرنجز، إنه بنجيب نستخدم تو بيرنجز مش واحد لحاله، فتيب الرولر بيرنجز دائما نستخدم اثنينات عادة بيكونوا ايدنتيكال بس بنحطهم بطريقة متعاكسة. في عنا طريقتين للتركيب، واحدة اسمها دايركت ماونتينج والثانية اسمها اندايركت ماونتينج. خلينا نطلع على الصورة هون عشان نشوف شو هم الطريقتين. طيب هسا هذه فعليا هي عبارة عن صورتين مختلفات، الجزء اللي تحت بيمثل لنا دايركت ماونتينج يعني مبين لنا نص الصورة طبيعي، العكس او يعني الميرور ايمج راح يكون زيها فوق فهو مورجينا بس نص الصورة، هذا بيمثل لنا دايركت ماونتينج، هذا بيمثل لنا اندايركت ماونتينج. طيب فبالمحصلة احنا عنا تو بيرنجز، هسا كل واحد منهم لما نحط عليه الراديال لود بحاول ينزلق، فبنيجي بنحطهم بطريقة متعاكسة بحيث انه لما هذا حاول ينزلق هذا يمنعه، لما هذا حاول ينزلق هذا بيمنعه. هسا طريقة التثبيت هاي نسميها دايركت ماونتينج. لاحظ فكرة الدايركت ماونتينج انه الكب بيكونوا محطوطات بهاي الطريقة بطريقة متعاكسة، الاوبننج تبع الكب بيكونوا متعاكسات، هاي الطريقة في التثبيت بنسميها دايركت ماونتينج. وفعليا نتيجة الفورس اللي راح تتولد بهاي الطريقة الشافت اللي طبيعي راكب ما بين هذول الثنتين راح يكون متعرض لكمبرس لود. الطريقة الثانية في التثبيت اللي شايفينها فوق اللي هي اندايركت ماونتينج برضو حاطينهم عكس بعض بس بهاي الطريقة، انه الاوبننج تبع الكب بيكونوا باتجاهين متعاكسين بدل ما يكونوا متقابلين. طيب فبهاي الطريقة البيرنج الاولاني بحاول ينزلق بهذا الاتجاه، البيرنج الثاني بحاول ينزلق بهذا الاتجاه، طبيعي يكون في عندنا شافت وفي عندنا يعني شولدرز مناسبة عشان تقدر تاخذ اللود، ففي هاي الحالة الشافت اللي عندنا راح يتعرض لتنشن نتيجة الانديوس لود، هون الشافت راح يتعرض لكمبريشن نتيجة الانديوس لود. طيب فإذا نستخدم اما هذا الكونفجريشن دايركت ماونتينج او هذا الكونفجريشن هو اندايركت ماونتينج، فبنكون حاطين التو بيرنجز بطريقة متعاكسة وهيك بنحل المشكلة تبعت السيبريشن اللي ممكن تصير لو استخدمنا بيرنج واحد. طيب هسا في كل الاحوال زي ما حكينا لما نطبق الراديال لود راح يتولد عندنا ثراست اللي هو بنسميه induced thrust. طيب فبدنا نشوف كيف ممكن نحسب قيمه induced thrust force. فالinduced thrust force بنسميها fi يعني induced، وتنحسب من خلال هذه الايكويشن اللي هي فعليا مبنيه على جيومتري. تحكي لنا الايكويشن fi induced thrust load بيساوي 0.47 مضروب في fr، fr اللي هو الراديال لود احنا مطبقينه، على K، و K عبارة عن quantity معتمدة على geometry قيمتها 0.389 في cot alpha، و alpha هي نص الزاوية تبعت الكب. طيب فبنقسم على K 0.47 في radial force تقسيم K بيطلع معانا قيمة induced thrust. هسا لاحظ انه عشان نحسب قيمة induced thrust لازم تكون قيمة K معروفة، وفعليا ما بين بيرنج والثانية الزاوية تبعت الألفا بتغير، فبالتالي قيمة K راح تكون مختلفة. هسا بناء على هذا الحكي بدنا ننتبه انه احنا لما بدنا نساوي selection قبل ما نختار البيرنج تبعنا احنا فعليا مش عارفين شو قيمة K الصحيحة لهذا البيرنج اللي بدنا نختاره. فلاحظ هنا زي ما شفنا في الاكزامبل تبع المرة الماضية احنا بدنا نبلش هنا بأسامشن، وفعليا السولوشن تبعنا عشان نختار تيبل رولر بيرنج راح يكون عبارة عن اتريتيف سولوشن، نبلش بأسامشن. طيب شو هي الأسامشن نبلش فيها؟ فنفترض انه قيمة K اللي راح نستخدمها في البداية قبل ما نعرف ونختار البيرنج المناسب تبعنا راح ناخذ قيمة K بتساوي 1.5 اللي هي تقريبا يعني قيمة متوسطة ما بين القيم اللي هسه راح نشوفها في تيبلز. طيب فإذا باستخدام هاي الإيكويشن نحسب قيمة induced axial أو induced thrust load، وهسا راح نشوف كيف راح ندخلها في حساباتنا. طيب هسا خلينا نطلع على الفيجر اللي موجود عندنا في الكتاب اللي هو فيجر 11-15. هذا الفيجر عبارة عن صفحة من الكتالوج تبع تيمكن كومباني. طبيعي إذا متذكرين حكينا البداية إنه في عنا مثلاً SKF طبيعي شركة كبيرة مشهورة، وفعلياً معظم الشركات الثانية تستخدم البروسيجرز تبعت SKF. في عنا شركة ثانية اللي هي تيمكن كومباني شركة أمريكية برضو يعني كبيرة ومشهورة وبتصنع بيرنجز، بس بيعتمدوا اللايف أو الريتنج لايف اللي بيستخدموها في الكتالوج بدل ما يعتمدوها 1 مليون ريفولوشن هون بيعتمدوها 90 مليون ريفولوشن. طيب ففي عنا صورة لصفحة من تيمكن كاتالوج لتيبرد رولر بيرنجز، فخلينا نطلع على هذا الفيجر من الكتاب ونشوف شو المعلومات اللي عندنا. طيب
هسه زي ما حكينا هذه صفحة من تمكن كاتالوج تحكي عن تيبل رول بين زي ما احنا شايفين. طبيعي معرف لنا الجيومتري كاملة على الرسمة. طيب هسه في عنا مجموعة من المعلومات، هسه راح نطلع عليها ونشوف كيف نطلع المعلومات من خلال هذا التيبل. أول شيء بدنا ننتبه هنا إنه حكينا إنه البيرنج كامل هو عبارة عن قطعتين، يعني تيجي كل قطعة لوحدها، فبيكون عنا أسمبلي اللي هي الكون أسمبلي تيجي كبارت لوحدها، وفي عنا الكب تيجي كبارت لوحدها، فلاحظ إنه كل واحدة راح يكون لها البارت نمبر تبعها. طيب يعني لما نيجي نطلع هون على البارت نمبرز اللي بنستخدمها عشان نطلب البيرنج المناسب تبعنا، ففي عنا رقم بنحدد من خلاله الكون أسمبلي، وفي عنا رقم بنحدد من خلاله الكب. هسا مرات بتكون الأرقام نفسها، ومرات ممكن يكون عنا أرقام مختلفة للكون للكب. طيب هسا خلينا نطلع شو المعلومات اللي معطيناها في التابل. أول معلومة معطينا اللي هو البور ديامتر، أوكي، اللي هو بده يكون الديامتر تبع الشافت اللي بده يركب في هذا البيرنج، وأكيد الشافت اللي بدنا نركبه هون لازم كله شولدر، عشان زي ما حكينا في كل الأحوال حتى لو إحنا مش حاطين ثراست لود راح تولد عنا اندوست ثراست. طيب فالبور ديامتر، لاحظ إنه في هذا التابل فعليا نستخدم ديوال يونتس، فالرقم اللي فوق بالبولت بيكون بالمليمتر والرقم اللي تحت بالانش، فاحنا دائما راح نستخدم الارقام اللي بالبولد اللي هي بالمليمتر او بالنيوتن لما نحكي عن الفورس. طيب فهذا البولد ديامتر، وراها الاوتسايد ديامتر، وراها الويدث تي. طيب تي وهي معرفنا اياها هون الرسمه. طيب هسه بعد هيك بعد ما اعطانا البيسك جيومتري انر ديامتر اوتسايد ديامتر وتي ثيكنس تبع البيرنج، هسه بلش يعطينا اللود ريدنج. هسا القيمة اللي معطينا اياها هنا هي قيمة سيتن، وفعليا مش مسميها سيتن في التابل بس احنا سميناها سيتن وراح نضلنا ماشيين على نفس التابل. طيب فاللود ريتنج اللي هو سيتن، هسا فعليا هنا معطينا قيمتين للسيتن. في الكاتالوج تبعت الاس كي اف اللي كنا نشوفها قبل هيك كان في عنا قيمتين، كان في عنا سيتن وكان في عنا سينات. هذه اللي هي دايناميك لود ريتنج او اللود ريتنج بشكل عام، هذه ستاتيك لود ريتنج. طيب في هذا الجدول احنا عندنا قيمتين، وهذول القيمتين هما سي 10 والسي نوت مش مستخدمه في هذا التيبل. طيب شو الفرق ما بين هذول القيمتين؟ يعني ليش معطينا قيمتين للسي 10؟ هذه قيمه السي 10 على اساس انه اللود الاساسي هو راديال لود، فهي قيمه السي 10 على افتراض انه اللود تبعنا راديال لود او طبيعي راديال مع كومبوننت من الثرست. طيب هذه قيمة C10 على افتراض انه اللود اللي عندنا بس thrust load، يعني لو بدي استخدم هذا البيرنج احط عليه بس thrust load، هاي قيمة C10 اللي بشتغل عليها. اذا بدي احط عليه radial او radial مع axial، هذه قيمة C10 اللي بشتغل عليها. ولاحظوا انا بحكي لك rating at 500 rpm for 3000 hours، يعني اذا نضرب الارقام هون في بعض فعليا هذا راح يعطينا اللي هي 90 مليون revolution اللي حكينا عنها بيستخدموها في الريدي. طيب اذا هذه قيمه سي 10 الاساسيه اللي احنا راح نشتغل عليها بما انه نتعامل مع كيسز فيها راديال لود. اذا كان عندنا بس ثرست لود لحاله بنشتغل على هذه القيمه، وزي ما حكينا في عندنا بالنيوتن السطر اللي فوق وبالباوند السطر اللي تحت. طيب نيجي بعد هيك لفاكتور كي. فاكتور كي اللي زي ما شفنا بدخل في الايكويشن نحسب من خلالها قيمه induced axial load، فزي ما انتم شايفين هاي قيم الـ K مثلا 1.56 1.66 1.95، وزي ما حكينا احنا في الفيرست اتريشن نستخدم قيمة 1.5، وزي ما انتم شايفين اذا تطلعوا على القيم قيمة 1.5 هي يعني نوعا ما قيمة متوسطة. طيب نيجي بعد هيك لمعلومة يعني فعليا مهمة من ناحية الكونسبت من ناحية الاسمبلي، بس يعني احنا فعليا في حساباتنا مش راح نستخدمها كثير، هي الـ effective load center. شو اللي مقصود بالـ effective load center؟ لما نطلع هنا على الصورة لاحظ مثلا هذا البيرنج ثيكنس تبعه تي، احنا لما نكون نتعامل مع بول بيرنج او لما نكون نتعامل مع ستريت رولر بيرنج بالمحصلة البيرنج له ثيكنس زي ما احنا عارفين. هسا السنتر تبع الفورس اللي بتكون مطبقة على البيرنج اللي نستخدمها في ستاتيك اناليسيس راح تكون في منتصف الثيكنس، فهنا ببساطة منتصف الثيكنس هو الافكتيف لود سنتر، يعني فعليا الريزلتنت فورس هي موجوده في المنتصف لما بدنا نسوي ستاتيك اناليسيس. طيب هون الوضع شويه مختلف، عشان قاعدين نحكي عن سطح مائل ففعليا السنترويد او السنتر افكتيف سنتر تبع اللود فعليا مش راح يكون في منتصف الثيكنس تي. الافكتيف لود سنتر راح يكون عند هذه النقطه اللي هي اقرب لهذه الجهه،
وهذه النقطة بنعرفها من خلال المسافة اللي احنا شايفينها. فالمسافة من عند هذا الفيس اللي هو الفيس تبع الكون اسمبلي زي ما انتم شايفين للإفكتيف لود سنتر، هذه المسافة بنسميها A، وهي A معرف لنا اياها هنا في الرسمة، وزي ما انتم شايفين هو حاطها يعني بالنيجاتيف عشان يفهمنا انها لجوا، اذا حاطها بالبوزيتيف بتكون لبرا. طيب فهذا بالنسبة لقيمة الإفكتيف لود سنتر اللي هي قيمة A اللي احنا شايفينها. طيب بعد هيك بعطينا البارت نمبرز زي ما انتم شايفين، هسه ببلش يعطيك يعني ديتيل جيومتري للكون وللكب اللي هو الفيلت راديوس الويدث، ونفس الشيء بالنسبه لهذا، والشولدر ديامترز زي ما احنا عارفين نحتاجهم عشان هون اكيد الشافت والهول لازم يكون لهم شولدر بما انه راح يكون عندنا ثراست لود في كل الحالات. طيب شغله ثانيه بدنا ننتبه لها هون، انه هون فعليا مش ماشيين على فكره السايزنج باستخدام التو ديجيت نمبر اللي هو سميناه دايمنشن سيريز كود، يعني فيش عندهم او2 او3 بهاي الطريقه. فاذا بنطلع على التابل طبيعي العمود الاول البور ديامتر، بس لاحظ انه يعني فعليا في عندنا كذا بيرنج اللي هو نفس البور ديامتر، هذه المجموعه هذا واللي بعده واللي بعده واللي بعده واللي بعده اول خمسه كلهم لهم نفس البور ديامتر اللي هو 25 ملم. هسه بيكون في بينهم اختلافات اما في الاوتسايد ديامتر او في الويدث، وبناء على هذا الحكي اكيد راح يكون لهم قيم مختلفه من سي 10 وبقيه المعلومات. طيب فاذا يعني هون فعليا راح يكون عندنا في نفس التيبل كذا اختيار لنفس البور ديامتر، يعني زي كانه دامج لنا كذا سيريز مع بعضها اللي هي او2 مع او3 مع او4 بهذه الطريقه. طيب بس هون فعليا ما بيستخدموش فكره اللي هي دايمنشن سيريز كود، بيستخدموا يعني طريقه مختلفه شوي، فحاطين اكثر من بيرنج لهم نفس البور ديامتر حاطينهم في نفس الجدول، وانت بتختار اللي بيناسبك بناء على البور ديامتر وبناء على اللود ريتنج اللي هي السي 10. طيب طبيعي هذا جدول كبير جاي على صفحتين زي ما انتم شايفين، هذه الصفحه الاولى وهي الصفحه الثانيه تبعته زي ما انتم شايفين. ففي عندنا يعني عدد كبير من الخيارات، وزي ما حكينا عشان نحدد الاختيار تبعنا لازم نحدد هذول الرقمين اللي هي بنسميها البارت نمبر. البارت نمبر الاولانيه اللي هي زي ما حكينا تبعت الكون اسمبلي، والثانيه تبعت الكب. في بعض الحالات بيكون نفس الرقم للكون والكب، وفي حالات كثيره بيكون فيها ارقام مختلفه للكون والكب. طيب بعد ما طلعنا على هذا الجدول نرجع نكمل الموضوع تبعنا. طيب شغله ثانيه برضه يعني مهمه بدنا ننتبه لها، وهسه يعني راح ارد انبه عليها لما اطلع على الاكزامبل. هسه الوايلد ديستريبيوشن بارامترز اللي مستخدمه من تيمكن كمباني شويه مختلفه عن الوايلد ديستريبيوشن بارامترز اللي استخدمناها قبل هيك، هذيك كانت تبع اس كي اف كمباني. ففي عندنا تيبل في الكتاب اللي هو 11/6، هذا بيعطينا الوايلد ديستريبيوشن بارامترز ل التمكن نسميها مانيفاكتشرر 1 وللاس كي اف نسميها مانيفاكتشرر 2، بتقدر تطلع عليه في الكتاب. طيب هسه نشوف كيف السلكشن بروسيجر تبعنا. زي ما حكينا احنا دائما بنحط تو بيرنجز بطريقه متعاكسه، اما دايركت زي اللي شايفينه هون او ممكن يكون اندايركت. طيب هسه هذول التو بيرنجز اللي بنحطهم، راح نفترض هسه السيناريو اللي ممكن يمر علينا في كثير من الحالات. البيرنجز اكيد عليهم راديال لود، هسه راح يتولد بالتالي induced thrust، وممكن برضه يكون عندنا external thrust، يعني ممكن يكون عندنا برضه thrust load جاي من برا غير عن induced thrust اللي ناتج عن محاولة slipping تبعت البيرنجز. طيب هسه عشان نساوي الاناليسيس تبعنا، لاحظ لما يكون عندنا two components للود، في عندنا هون radial وفي عندنا thrust. هسه thrust ممكن يكون جزء منه induced وجزء منه خارجي. بالمحصلة بدنا نحسب effective value للراديال، وعلى أساسها نحسب قيمة سي 10 ونروح نختار بيرنج مناسب. فبدنا نشوف كيف البروسيجر تبعنا. طيب هسه البروسيجر تبعنا أول شيء بدنا نساويه، بدنا نساوي ليبلنج للتو بيرنجز. في عندنا تو بيرنجز، واحد لازم نسميه بيرنج A وواحد لازم نسميه بيرنج B، عشان في عندنا equations مخصصة عشان نحسب الإفكتيف لود على A، في عندنا equation مختلفة عشان نحسب الإفكتيف لود على B. طيب هسه التسميه راح تصير على اي اساس؟ راح تصير على الاساس التالي. البيرنج اللي راح يتحمل الاكسترنال ثراست لود هذا راح اسميه ايه؟ فخلينا نشوف هسه هذول تو اكزامبلز. طيب هون مفترضين زي ما انتم شايفين هذا الشافت، وفعليا
اف اي اي اللي هو الاكسترنال اكسل او الاكسترنال ثرست لود جاي من خلال الشافت وباثر بهذا الاتجاه. مفترضين انه الهاوسينج هنا مثبت. هاجي عندنا تو بيرنجز هذولا، بلاش نطلع على التسميات حاليا، احنا هسه بدنا نقرر انو اي وانو بي. فالبيرنج اللي راح نسميه A اللي هو البيرنج اللي راح يتحمل الاكسترنال ثرست لود. فلما نجي نطلع، لما يكون عندي الاكسترنال ثرست لود جاي بهذا الاتجاه من خلال الشافت، فعليا اللي راح يتحمله اللي هو هذا، يعني فعليا هذه الفورس راح تضغط هنا راح تضغط هنا. فاذا بناء على هذا الحكي هذا البيرنج راح نسميه البيرنج A، والبيرنج الثاني راح نسميه بيرنج بي. لاحظ ان البيرنج بي مش راح ياخذ اي شيء من الاكسترنال ثرست لود، ليش؟ عشان الاكسترنال ثرست لود فعليا بيحاول يفصل الكون عن الكب. طيب اذا البيرنج اللي راح يتحمل الاكسترنال ثرست لود بنسميه بيرنج A، والثاني بنسميه بيرنج بي. طيب على نفس هذا الاكزامبل، لو على سبيل المثال الفورس تبعتنا اللي جاي من خلال الشافت كانت بالاتجاه المعاكس، يعني بدل ما تكون هيك، لو الفورس كانت بهذا الاتجاه، لو الفورس كانت بهذا الاتجاه، لاحظ انه هذا البيرنج هو اللي راح يتحمل الاكسترنال فورس. فاذا في هاي الحاله هذا راح يصير A وهذا راح نسميه B. طيب اذا المفروض تكون الفكره واضحه. هاي اول خطوه في البروسيجر تبعنا، انه نحدد انو البيرنج اللي بيتحمل الاكسترنال ثرست لود ونسميه بيرنج A والثاني بيرنج B. طيب نطلع هون على كيس ثاني شوي مختلفه. هون مفترضين على سبيل المثال انه الشافت مثبت وهذه القطعه الخارجيه، مثلا القطعه الخارجيه هي اللي بتدور، والاكسترنال ثرست لود جاي من خلال القطعه الخارجيه من خلال الهاوسنج. طيب فلو كان اللود جاي من خلال الهاوسنج وكان بهذا الاتجاه، وفي عندنا تو بيرنج زي ما انتم شايفين كمان مره حاطينها بطريقه الدايركت ماونتنج، نيجي نطلع هنا انو من هذول التو بيرنجز اللي راح يتحمل الاكسترنال لود. لاحظ انه هاي الفورس بما انه جاي من خلال الهاوسنج بدها تحاول تحرك هذا بهذا الاتجاه، ففعليا راح تحاول تفصل الكون اسمبلي عن الكب. طيب فاذا راح تحاول تنفصل من هنا، فيعني راح الكب يحاول يتحرك لبرا، فاذا هذا مش راح ياخذ الاكسل لود. انو اللي راح ياخذ الاكسل لود هذا الفورس، فعليا راح تضغط الكب على الكون. فبالتالي هذا هو البيرنج اللي بيتحمل الاكسترنال اكسل لود، فهذا راح نسميه البيرنج A، والبيرنج الثاني راح نسميه البيرنج B. نفس هذا الاكزامبل، لو عكسنا اتجاه الفورس ففي هذه الحاله هذا اللي راح ياخذ الاكسترنال، فهذا راح يصير A وهذا راح يصير B. فهاي اول خطوه مهمه جدا انه تسميهم بشكل صحيح. طيب بعد ما سمينا البيرنجز اللي باخذ الاكسترنال اكسل لود A والثاني B، هسه رح نمشي على البروسيجر اللي عندنا هنا. بروسيجر سهل. طيب رح نسوي مقارنه بالشكل التالي: FIA اللي هو الانديوست اكسل او الانديوست ثرست لود على البيرنج A، من وين جاي او شو بسبب الانديوست؟ الانديوست زي ما احنا عارفين بنتج نتيجه الراديال، فيعني البيرنج A على راديال فورس مقدارها اف ار اي، نتيجتها تولد عندنا انديوست اكسل لود، ومحسوبه باستخدام الايكويشن اللي شفناها قبل شوي. طيب فبنقارن انديوست اكسل لود على البيرنج A، بنقارنه مع انديوست اكسل لود على البيرنج B زائد الاكسترنال اكسل لود. طيب اذا كان هذا التيرم اصغر او يساوي هذا التيرم، راح نستخدم مجموعه الايكويشنز اللي هون. إذا كان FIA أكبر من FIB زائد FAE، وبديها رح نستخدم هذه المجموعة. طيب هسه الإيكويشنز اللي هون شو اللي بتعطينا إياه؟ ببساطة بتعطينا قيمة الـ effective radial load، يعني لما نحكي FEA اللي هو الـ effective radial load للبيرنج A اللي هو ناتج عن تأثير الراديال والأكسل مع بعض. طيب فالإفكتيف أو الإكوفلنت راديال لود على البيرنج A راح يكون بيساوي 0.4 في FRA اللي هو الراديال فورس اللي مطبقة بشكل مباشر على البيرنج A، زائد KA اللي هو الكونستنت اللي شفناه قبل شوي اللي هو بنطلع فعليا قيمته من التيبل، أو في البداية بنفترض إنه قيمته 1.5، بس هون بنحكي على قيمة K للبيرنج A مضروبة في FIB اللي هي الانديوست اكسل لود على البيرنج B، زائد FAE اللي هو الاكسترنال اكسل لود. طيب هذه قيمة الافكتيف او ايكوفلنت لود على البيرنج A.
بالنسبة للإفكتيف أو الإكوبلنت لود على البيرنج بي راح نحكي إنه بس بيساوي الريديال. طيب هذا إذا كانت المقارنة بالشكل التالي، إذا أخذنا المقارنة إنه هذا الترم أكبر راح تتغير الإكويشن، راح تصير الإكويشن تبعت إف إي بي اللي هو الإفكتيف راديال لود على البيرنج بي بيساوي 0.4 في إف آر بي الأكشوال أو أبلايد راديال على بي زائد كي للبيرنج بي في إف آي إي ناقص اف اي اي. وفي هاي الحاله الافكتيف تبع اي ببساطه راح نحكي انه مساوي الريديال لحاله. طيب اذا في عندنا بروسيجر سهل، نحدد اي وبي، نساوي المقارنه زي ما احنا شايفين، اذا كانت كذا نستخدم هذول الايكويشنز، اذا كانت كذا نستخدم المجموعه الثانيه من الايكويشنز، والتعريف تبع كل واحد من التيرمز واضح حكينا. طيب فإذا بعد ما شفنا البروسيجر تبعنا هسا بدنا نشوف اكزامبل من الكتاب اللي هو اكزامبل 11.8 ونشوف كيف بدنا نحل ونساوي سيلكشن للبيرنجز المناسبة. طيب هذا اكزامبل 11.8 من الكتاب اللي موجود عندنا في النسخة الحالية اللي هي الاس اي اديشن اللي بنستخدمها. طيب شوف عندنا هذا الاكزامبل، خلينا نطلع على الرسمة ونفهم من خلال الرسمة. كمان مرة في عنا شافت، فالإكس أكسس بيمثلنا الأكسس تبع الشافت. طيب عند اللوكيشنز A واللوكيشن B بدنا نركب two bearings، وهنا راح نستخدم tapered roller bearings. وفي السؤال حكالنا إنه هذول tapered roller bearings بدنا نستخدم طريقة الدايركت mounting. طيب فإذا بدنا نستخدم two tapered roller bearings بطريقة متعاكسة، وطريقة التركيب أو طريقة الأسمبلي اللي هي دايركت ماونتنج للتركيب. دايركت ماونتنج يعني الكابس بتكون فتحاتها متقابلة زي هيك. طيب فهون بده يركب بيرنج زي ما حكينا، وهون بده يركب بيرنج. طيب هذا بيمثلنا الجير اللي راكب على الشافت، وعبارة عن هيليكال جير، وزي ما حكينا في الاكزامبل تبع المحاضرة الماضية الهيليكال جير راح يكون في عندنا 3 كومبوننتس للفورس. هذه اللي هي الفورس اللي تضغط في الريديال دايركشن بشكل مباشر، هذه اللي هي بتسبب الروتيشن او بتعطينا تورك بنسميها ترانسميتد فورس، وهذه الكومبوننت اللي هي 1690 اللي هي بتضغط في الاكسل دايركشن اللي هي ببساطه ثرست كومبوننت. طيب راح نحط تو بيرنجز زي هيك. هسه هون نسمي هذا اللوكيشن A ونسمي هذا اللوكيشن B، بس احنا زي ما حكينا احنا نعتمد تسميات A و B بحسب انو بيرنج باخذ الاكسترنال اكسل لود بنسميه A، والثاني بيكون B. هو فعليا مسميهم بطريقه صحيحه، بس يعني فعليا لو ما كانوا مسميات A و B مطلوب منا احنا نسميهم، فبدنا نتاكد هنا انو واحد في هذول الاثنين راح ياخذ اكسترنال اكسل لود. ولاحظ انه هون راح نستخدم الدايركت ماونتنج، يعني هذا راح يكون الفتحه تبعته بهذا الشكل، هذا الفتحه تبعته بهذا الشكل، الفورس جاي بهذا الاتجاه، فاذا هذا اللي راح يتحمل الاكسترنال اكسل لود. اذا التسميه صحيحه، هذا البيرنج او هذا اللوكيشن راح نسميه لوكيشن A، وهذا اللوكيشن راح نسميه لوكيشن B. طيب غير هيك على الرسمه معطينا كل المسافات، هاي معطينا البيتش ريديوس تبع الجير، ومعطينا المسافات من هون لهون 100 ومن هون لهون 50. طيب هسه نقطه مهمه جدا بدي ارجع اذكر فيها، احنا فعليا هذول البيرنجز لما نختارهم ونيجي نركبهم فعليا بنخلي هاي النقطة أو يعني المسافة من السنتر للجير لحد هاي النقطة اللي احنا معرفينها 100، بنحطش هاي النقطة عند منتصف الثيكنس تبع البيرنج، فعليا بنحط هاي النقطة عند effective load center اللي هي معرفينه من خلال الديستنس A اللي شفناها. يعني الديستنس A زي ما حكينا أهميتها في الديزاين تبع الشافت، انه قديش المسافة اللي بدك تركب عليها البيرنج عشان يعطيك effective distance مثلا من هون لهون اللي هي 100 ملم. طيب هسه نتيجة هذه الفورسز اللي احنا شايفينها وتأثر على الجير راح يتولد عندنا رياكشن فورسز عند النقاط A و B. هذه الرياكشن فورسز اللي هي ببساطة اللودز اللي راح تأثر على البيرنجز، راح يكون في عندنا راديال، وراح يكون في عندنا اكسترنال اكسيل، وزي ما احنا عارفين هذه اللي راح تاخذ الاكسترنال اكسيل، فيعني هذه راح تكون الرياكشن تبعها ثرست رياكشن هنا عند البيرنج. طيب بس برضو راح يكون في عندنا راديال. لاحظ الاكزامبل تبع المره الماضيه كان فعليا حاسب لنا الفورس رياكشنز كلها، هنا هون مش حاسب لنا اياها، وهذا شيء طبيعي. يعني في اي اكزامبل لما تساوي ديزاين لشافت وتختار بيرنجز لازم تساوي ستاتيك اناليسيس عشان تحسب كم قيم الفورسز تاثر على البيرنجز وتختار البيرنجز المناسبه. طيب
طبعا انا بشكل سريع في البدايه بدنا نساوي ستاتيك اناليسيس عشان نطلع الرياكشن فورسز اللي راح تكون موجوده. هسه بشكل عام عند لوكيشن A او عند بيرنج A متوقع انه يكون في عندي تو كومبوننتس للراديال فورس، واحده في هذا الاتجاه اللي هو الواي دايركشن، واحده في هذا الاتجاه اللي هو الزي دايركشن. بالاضافه لهذولا راح يكون في عندي الاكسيال كومبوننت اللي هي الاكسترنال اللي هي بنتاج سميرسين. طيب نفس الشيء بالنسبه للوكيشن بي، راح يكون في عندي تو كومبوننتس للراديال، واحده في هذا الاتجاه واحده في هذا الاتجاه. فاذا يعني بالمحصله في عندنا فور انونس اللي هي الرياكشنز في الواي والزي دايركشن عند A، وبرضه الرياكشنز في الواي والزي دايركشن عند B بدنا نطلعهم باستخدام ستاتيك اناليسيس. اسهل شيء هنا انه ناخذ كل بلين لوحده، فمره راح نشتغل في الاكس واي بلين. اوكي هاي الفيو تبعتنا لما نطلع في الاكس واي بلين، لما نطلع من هذا الاتجاه، ومره راح نشتغل في الاكس زي بلين، يعني هنفترض حالنا نطلع من فوق. طيب خلينا نبلش اول شيء في الفيو من فوق لما نطلع من فوق. طيب لما نطلع من فوق هاي هذا هو الاكس اكسس تبعنا، وهاي الزي اكسس تبعنا نازل لتحت. الرياكشنز اللي راح يبينوا معنا هون اللي هم الزي رياكشنز، واحد هنا واحد هنا، فمسمينهم ار زي اي وار زي اي. طيب الفورس اللي مبينة معانا لما نطلع من فوق اللي هي هذه الفورس اللي هي بتأثر هنا 3980 اللي هي فورس في الزي دايركشن. طيب غير هيك فعليا هذول التو فورسز مش مبينات معانا في الاكس زي بلين اللي احنا بنطلع عليهم. طيب هسه هذا فري باي دايجرام في تو انونس، هذا الانون الاول هذا الانون الثاني، وممكن نطلعهم بسهوله. عشان نطلع هذا بناخذ سميشن اوف مومنتس حوالي النقطه A بيطلع معانا هذا، وبعد هيك ناخذ سميشن اوف مومنتس حوالي النقطه B بيطلع معانا هذا، او مره بناخذ سميشن اوف مومنتس ومره بناخذ سميشن اوف فورسز في زي دايركشن. فاذا بنطلع هذول تو رياكشنز زي ما احنا شايفين فوق هيهم. RZA وRZB. طيب هسه لما نجي نطلع من هذا الاتجاه، يعني نطلع من Z direction وشايفين XY plane، فهاي الواي direction هاي Z direction. طيب شو الفورسز اللي راح تبين معانا هنا؟ هسه الفورسز اللي راح تبين معانا هنا اول شيء هذه اللي هي فعليا تأثر في اتجاه نيجاتيف Y. طيب غير هيك راح يكون في عندنا هذه الفورس اللي هي 1690، بس فعليا يعني هذه الفورس راح يكون نقطة تأثيرها هنا، هاي 1690، والمسافة هاي اللي هي البيتش راديوس تبعي كبير، ففي عندنا هذه الفورس اللي 1690 تأثر هنا، المسافة من هنا لهنا 100. فهو عشان يسهل الرسمة يختصر الرسمة، فنقل هذه الفورس اللي هنا حطها هنا، فلما نقلها هنا نقلها عبارة عن فورس، وبرضه راح يصير في عندي مومنت اللي هو بيساوي الفورس اللي بتأثر هنا مضروبة في هاي المسافة العمودية اللي هي 100 ملم. فإذا عشان هيك في هاي الرسمة باين عندنا أول فورس اللي هي 1770، ثاني فورس اللي هي 1690 زي ما احنا شايفين، وغير هيك في عندنا برضه هذا المومنت. طيب هسه هون بس عشان ما حدش يصير عنده خربطه، ال 1690 فعليا ممكن تبين هون كمان، بس احنا هون ما اظهرناها عشان مش مستفيدين منها، هون اظهرناها عشان نقول هي فعليا ناتج عنها مومنت، هون فعليا هي بتكون تاثر في هاي النقطه وبس راح تعطيني ثرست رياكشن اللي موجود هون، واحنا اوريدي عارفين، يعني ممكن اظهرها هون بس فعليا ما مستفيد من اظهارها هون. لما اظهرناها هون احنا فعليا اظهرناها عشان نحكي انه ناتج عنها مومنت حوالي الزي اكسس. طيب اذا كمان مره في عندنا تو انونس ار واي اي وار واي بي، فبناخذ سميشن اوف مومنتس حوالي هذه النقطه بيطلع معانا الرياكشن اللي هون، بعد هيك ممكن نجمع فورسز في الواي دايركشن بيطلع معانا الرياكشن الثانيه. طيب يعني الخطوه الاولى هي مجرد ستاتيك اناليسيس، وهي حسبنا كل الرياكشن فورسز زي ما احنا شايفين. طيب هسه بدنا نكمل البيرنجز اللي بدنا نختارهم هون زي ما حكينا تيبر رولر بيرنجز، هم فعليا من تمكن كاتالوج، وهي قيم الوايب سوليوشن بارامترز تبعات تمكن كمباني زي ما حكينا، موجود عندنا تيبل ممكن نطلعهم منه. عموما اكس نات باخذوها زيرو، ثيتا باخذوها 4.48 مليون ريزولوشنز، وبي اللي هي الشيب بارامتر 1.5. طيب فاذا صارت عندنا مفروض قيم الفورسز في هذا الاتجاه في هذا الاتجاه عند A وعند B، وزي ما حكينا في عندنا external axle بيأثر عند A بس.
طيب هسه عشان نكمل السؤال تبعنا بدنا نشوف شو بقية المعلومات اللي معطينا اياها في السؤال. طيب بحكي لنا انه سبيد تبعت الشافت عندي بتساوي 800 RPM. غير هيك دايركت ماونت ديستانس استخدمناها اوريدي. طيب the desired life is 5000 hours اللي هي LD بتساوي 5000 ساعة و application factor قيمته 1 يعني مش راح نستخدم application factor AF بيساوي 1 و بحكي لك reliability of the bearing set is to be 0.99 هون بحكي لنا bearing set يعني ما حكلناش على التو شافت bearing set قصده الست اللي هو التو bearings الموجودة على هذا الشافت فهذه اللي هي 0.99 اللي هي reliability تبع التو bearings يعني هذه قيمة R squared R squared بتساوي 0.99 فبالتالي R بتساوي جذر 0.95 ماشي فبطلب بناء هاي المعلومات انه نروح نختار bearings مناسبة طبيعي تيبر رولر bearings من تمكن كاتالوج زي ما حكينا. طيب وهسه برضو بدنا ننتبه هون على شغلة مهمة هسا في عنا two bearings على location A و B زي ما راح نشوف حاليا انه فعليا قيمة اللود على two locations بيكون مختلف بس مع هيك البروسيجر اللي نمشي عليه عادة انا بقول البروسيجر الافضل دائما انه لما نيجي نختار two bearings بدنا نحطهم يعني direct mounting او indirect mounting الافضل انه نختار two bearings identical اللي هم نفس السايز يعني مش نختار واحدة كبيرة وواحدة اصغر بما انه يعني اللود ممكن يكون على جهة اصغر لا نشوف اللود الاكبر وعلى اساسه نختار نفس البيرنج نستخدمه في اللوكيشن A ونستخدمه في اللوكيشن B بشكل عام اللوكيشن A اللي هو راح يكون عليه اللود الاعلى عشان كل الاكسترنال اكسل لود جاي عليه. طيب هسه عشان نبلش الاناليسيس بروسيجر تبعنا احنا حسبنا الرياكشن فورسز اللي هنا في واي زي فطبيعي هذول اثنين في الراديال دايركشن وبرضه عندنا هون اثنين في الراديال دايركشن فبدنا نحسب قيمة الراديال لود اللي بأثر على A والراديال لود اللي بأثر على B فالراديال لود اللي بأثر على A اللي هو RZ سكوير زائد RY سكوير تحت الجذر فطلعت 2170 فهذه FRA و FRB اللي هو برضه هذا سكوير زائد هذا سكوير تحت الروت اللي هو بيطلع 2654 طيب هاي قيمة الراديال لود على A هاي قيمة الراديال لود على B هسه من ناحية الراديال لود زي ما انتم شايفين الراديال لود تبع B أعلى من الراديال لود تبع A بس بالمحصلة راح يطلع الإفكتيف لود على A أكبر عشان زي ما حكينا A راح تأخذ الإكسترنال لود اللي هو الأكسل لود إكسترنال أكسل لود راح تأخذ كامل فالريزلتنت أو الإفكتيف على A راح يكون أكبر من الريزلتنت أو الإفكتيف على B بشكل عام. طيب هسا عشان نشتغل البروسيجر تبعنا خليني ارجع نطلع على الايكويشن تبعنا. طيب احنا بدنا نسوي مقارنه بالشكل التالي بدنا نحسب اف اي اي اللي هو الانديوست اكسل على اي وبدنا نحسب اف اي بي اللي هو الانديوست اكسل على بي وغير هيك محتاجين الاكسترنال اكسل لود الاكسترنال اكسل لود معطى معانا بشكل مباشر. طيب فبدنا نحسب هذول كيف نحسبهم نرجع للايكويشن نطلع عليها هذه هي الايكويشن نستخدمها عشان نحسب الانديوست فلما بنحسب الانديوست على A بنعوض FRA هنا لما بنحسب الانديوست على B بنعوض FRB هنا وبدنا نستخدم قيمة K هسا بما انه احنا لساتنا في اول خطوة في الاتريشن تبعنا فعليا ما اخترناش بيرنج مش عارفين قيمة K فاذا رح نفترض انه قيمة K بتساوي 1.5 وعلى اساسها هسا رح نحسب FIA FIB عشان نساوي المقارنة. طيب نرجع للإكزامبل تبعنا فإذا FIA اللي هو 0.47 في الراديال تبع A اللي هو حسبناه هنا على KA اللي هي 1.5 فهي حسبنا الانديوست اكسل على A 680 نيوتن وحسبنا الانديوست اكسل على B اللي هو 832 نيوتن. طيب بعد ما حسبنا هذول الاثنين راح نساوي المقارنة اللي حكينا عنها والمقارنة اللي حكينا عنها زي ما حكينا نقارن FIA مع FIB زائد external كمان مرة الاكسترنال قيمته معروفة وهذه هي قيمة الاكسترنال اللي هي 1690. طيب فإذا المقارنة تبعتنا واضحة
FIA واضح انه اصغر من FIB لحالها. لاحظ احنا بنجمع FIB زائد الاكسترنال، يعني FIB لحالها 80، نجمع معها الاكسترنال صار عندنا قيمة كبيرة، بينما FIA 680. فبالتالي الكيس اللي عندنا اللي هي هذا الكيس الاولاني، يعني FIA اصغر من المجموع. فاذا هذه مجموعة الايكويشنز اللي بنستخدمها. الكوفيلنت راديال لود لـ A بيساوي 0.4 في الراديال تبع A زائد KA في الانديوس تبع B زائد الاكسترنال اكسل، والكوفيلنت تبع B بتساوي بس الراديال لحاله. فا اذا راح نحسب كالتالي، هذه هي الايكويشنز عوضنا فيها الراديال تبع A الانديوس تبع B والاكسترنال اكسل لود، وزي ما حكينا K ماخذينها 1.5 عشان هذه الفيرست اتريشن تبعنا. فاذا هاي حسبنا الايكوفيلنت او الافكتيف لود على البيرنج A اللي هو 4651 نيوتن، والافكتيف تبع B اللي هو ببساطه بس الراديال لوحده اللي هو 2654 نيوتن. زي ما احنا شايفين هذه القيمه تبعت A اللي هي اكبر. طيب فاحنا بنشتغل على القيمه الاكبر، بما انه زي ما حكينا راح نختار نفس البيرنج نستخدمه في المحلين A و B. فإذا راح نختار البيرنج بناء على القيمة الأكبر اللي هي قيمة الإكوبلنت تبع A. طيب هسا عشان نحسب قيمة الإكوبلنت كمان مرة، هذه القيمة اللي احنا حسبناها، أو يعني بعد ما حسبنا قيمة الإكوبلنت، هذه القيمة اللي احنا حسبناها اللي هي نسميها FD design load أو desired load تبعنا. فراح نأخذها ونستخدم الإكويشن اللي كنا نستخدمها قبل هيك عشان نحسب قيمة C10، اوكي اللي هي الايكويشن تبع الريلابيلتي اللي اعلى من 90%. زي ما انتم شايفين الريلابيلتي مطلوبه مننا هون اللي هي جذر 99 تطلع 0.995. طيب الايكويشن تبعتنا ابلكيشن فاكتور مضروب في الديزاين لود اللي هو الايكوفيلنت تبع A. طيب هذه اللي هي الريشيو تبع اللايف، اللايف المطلوبه تقسيم اللايف ريتنج تبع الكاتالوج. اللايف المطلوبه تبعنا 5000 ساعه في 800 RPM في 60، هاي بدنا نقسمها على اللايف ريتنج تبع تيمكن كاتالوج اللي هي 90 مليون، هذا بيعطينا 2.67، هاي عوضناها هنا. اللي عندنا هنا هذه اللي هي ثيتا ماينس اكس نوت، اصلا قيمة الاكس نوت بتساوي 0، يعني راح تصفي عندنا بس هذا الترم، في 1 ناقص الريلايبيليتي تو ذا باور بي، وبي زي ما احنا شايفين قيمتها 1.5، فهنا حاطينها 1 على بي بتصير 2 على 3. طيب هو كله to the power A، وبما انه هاي رولر بيرنج فقيمة ال A زي ما حكينا 10 على 3، فهاي بما انها 1 على A بتصير 3 على 10. طيب فإذا عوضنا هاي الإيكويشن حسبنا قيمة C10. طيب إذا قيمة C10 اللي بدنا نروح ندور عليها في الكتالوج لازم تكون أكبر من أو يساوي 11486 نيوتن. نروح على الكتالوج، كل واحد يطلع في صفحة الكتالوج اللي عنده، خليني أحاول أفتح الكتالوج بشكل سريع. طيب إحنا بدنا قيمة أكبر من 11486، خلينا ندور بشكل سريع على إشي أكبر من 11400. وكمان مرة هاي العمود اللي بدنا نطلع عليه، وراح نطلع على الرقم اللي فوق. طيب 12100 14 18 18 12 118. يعني لاحظ برضه هنا قيم السينات مش شرط انها تكون مرتبه بشكل تنازلي او تصاعدي، ممكن تلاقي شيء اكبر شيء اصغر، يعني مش مرتبات على حسب قيمه السينات بما انه حاط لنا هون خيارات كثيره. طيب هسه فعليا انا اذا بدور في هذا العمود وبدور على قيمه اكبر من 11400 وكذا، فعليا القيمه اللي راح اختارها مثلا هي هاي. طيب هسه هاي القيمه اللي هي 11600، اوكي. فاذا اخترت هذا البيرنج هسه كمان مره كيف بحدده؟ بحدده من خلال هاي الارقام، هذا الرقم اللي هو بعرف لي يكون اسمبلي وهذا بيعرف لي الكون. فبحكي بيرنج 1987 كون مع 1932 كون، هذا اللي راح اختاره بناء على اللي حسبناه. طيب بس هم فعليا مش مختارين هذا، وانا عشان هيك يعني نبهت كتبت هذا فعليا اللي هو الخيار المنطقي تبعنا 11600، بما انه حسبنا هنا اللي هي 11486. طيب هم اختاروا شيء اكبر، فاختاروا بيرنج قيمه السي 10 تبعته اللي هي 12100، وهي اعطونا الارقام تبع الكون. طيب هسه ممكن يعني
تسأله ليش هو اختار هيك، يعني هل فعليا هذا هو البروسيجر الصحيح؟ لا، البروسيجر الصحيح انه اختار هذا، بس هو فعليا يعني اختار هنا بده بيختصر الحل. يعني فعليا لو اخترنا هذا راح نضطر نساوي كمان iteration، فهو بس بده يختصر في هذا الاكزامبل، بده يساوي فيه iterations كثيرة، فاختار الاشي اللي راح يطلع مناسب. طيب بس عموما يعني البروسيجر صح انه نختار هذا، وقتها راح نضطر نساوي كمان additional iteration. طيب عموما اللي اختاره اللي هو البيرنج اللي قيمة C10 تبعته زي ما حكينا 12100 نيوتن. طيب هسه رد حسب قيمة C10 للبيرنج اللي بده يختاره عند B. كمان مرة هاي قيمة الإكوبيلنت تبع B اللي هي 2654 حسب قيمة C10 للB اللي هي طبعا قيمة صغيرة 6500. فعليا يعني هذه مش محتاجينها هون، زي ما حكينا احنا راح نشتغل على البيرنج اللي بتحمل أكبر جزء من اللود اللي هو A، فهون عماله بحسب لبي من باب التأكيد. فزي ما انتم شايفين اللي مطلوب عند بي أصغر من المطلوب عند A، وإحنا راح نختار نفس البيرنج هذا ما نستخدمه عند A وراح نستخدمه عند بي. طيب هسا بعد اخترنا هذا البيرنج، هسا هل بنوقف هون؟ لا، إحنا اخترنا بناء على assumption إنه قيمة الكي بتساوي 1.5. بعد ما اخترنا البيرنج من التابل نطلع قيمة الكي لهذا البيرنج، وهي قيمة الكي نطلعها من التابل. وكمان مرة هو نفس البيرنج راح استخدمه عند A و B، فهي نفس القيمة راح تكون هي نفسها KA راح تكون نفسها هي KB. طيب فإذا بما إنه هسا حددنا قيمة الK الصحيحة بدنا نرد نعيد البروسيجر تبعنا، فبدنا نحسب قيمة Induced Axial على A و Induced Axial على B. هون استخدمنا قيمة الK الجديدة، هاي قيمة Induced Axial على A و هاي قيمة Induced Axial على B. بعد هيك راح نساوي المقارنة كمان مرة، راح يضل الترم الأول أصغر، فراح نستخدم نفس مجموعة الإكويشنز بس راح يتغير فيهم القيمة اللي هنا هي قيمة K، وراح تغير معنا قيمة الانديوس اللي هي قيمة جديدة لحسبناها. طيب فإذا على الحسبة الجديدة بيطلع معنا الإكوبلنت تبع A 4938، الإكوبلنت تبع B 2654. نرجع نقارن مع اللي حسبناهم أول مرة. احنا فعليا اللي بهمنا اللي هي القيمة الأكبر 4938 حسبنا هذه المرة. المرة الماضية كان كنا حاسبين زي ما انتم شايفين 4600. طيب يعني طلعنا ل 4900، فواضح انه زاد، فبالتالي اكيد هسه بدنا نرد نحسب سي 10 من جديد وراح تطلع قيمة أكبر من اللي حسبناها أول مرة. حسبنا أول مرة طلعت معنا هاي القيمة بناء 4600. طيب اذا هسه راح نحسب بناء على القيمه الجديده اللي هي 4938. هسه هون هو رد عوض في الايكويشن من جديد، بس يعني فعليا مش محتاجين نحسب حسبه طويله زي هيك، ممكن ناخذها كريشيو زي ما شفنا في الاكزامبل تبع المحاضره الماضيه. فببساطه ممكن ناخذ قيمه سي 10 اللي حسبناها المره الماضيه ونضربها في الريشيو تبع الفورس الجديده 4938 على الفورس القديمه 4251، هذا بيعطينا قيمة C10 الجديدة اللي هي 12195 نيوتن. طيب إذا هيطلعنا قيمة جديدة لـ C10. طيب هسا بدنا نفكر هل البيان اللي اخترناه مناسب ولا لا؟ هسا البيان اللي اخترناه قيمة C10 تبعته زي ما شفنا هي فعليا 12100، وإحنا حسبنا هون 12195، ففعليا هاي شوية أكبر من 12100، بس بما انه ستيل قريبه هي سبب. والسبب الثاني بما انه نفس البيرنج هو راح نستخدمه عند A ونفسه راح نستخدمه عند B، مع انه B اصلا عليها لود صغير، يعني هون رد حسب قيمه C10 لB من باب التاكيد بس فعليا مش محتاجين نحسبها. بما انه نفس البيرنج راح نستخدمه هون وهون، ففعليا يعني هو اقل من المطلوب بشويه عند A بس اكثر من المطلوب بكثير عند B. ولاحظ هنا هو لما حكى لك عن ريلابيلتي حكى لك عن ريلابيلتي تبع المجموعه، اوكي، يعني ما حكى لك عن كل واحد لحاله مفروض تكون ريلابيلتي تبعته، حكى ريلابيلتي تبع التو بيرنجز مع بعض. ففعليا راح يحقق لنا الريلابيلتي جول، يعني هذا فعليا اقل بشويه من المطلوب اللي هو 12100 والمطلوب 12195، هنا اكبر بكثير من المطلوب. اول ان اول لو حكينا يعني دمجناهم مع بعض راح يحقق المطلوب منا في السؤال. طيب فإذا هيك وقف لهنا وقلت خلص اللي اخترناه مناسب وبحقق المطلوب. طيب هيك خلصنا من هذا الاكزامبل، خلينا نرجع نشوف آخر موضوع ظل عندنا في تشابتر اللي هو موضوع ديزاين اسسمنت. طيب شو المقصود بديزاين اسسمنت؟ هسه فعليا هون قاعدين نحكي على البيرنج، يعني
اسهل ابلكيشن بيدخل فيه البيرنجز مثلا شافت. لو بنسوي ديزاين لشافت في جير بوكس، هو انا في عندنا يعني اكثر من كومبوننت من سوى لهم ديزاين، بنسوي ديزاين للشافت نفسه، نسوي له ستريس اناليسيس على اساس الفتيج لودنج وعلى اساس الديفليكشن ونختار الدايمتر المناسب. طيب غير هيك بدنا نسوي ديزاين للجير، راح يمر علينا الديزاين تبع الجيرز في شابتر 14 و15. طيب وبدنا نسوي سيلكشن للبيرنج. هسه كل واحدة من هذول الخطوات احنا بنشتغلها لحالها، بس بالمحصلة كل شيء متداخل وبيأثر على بعضه. فدائما لما نسوي ديزاين مهم جدا في الاخير انه نرجع نسوي ديزاين اسسمنت. شو اللي مقصود بديزاين اسسمنت؟ انه يعني بعد ما اخترنا كل شيء، سوينا سيلكشن او سوينا ديزاين بدنا اياه، نرجع كل شيء ونعيد الحسابات تبعته ونتاكد انه اللي اخترناه كخطوه نهائيه او كخيار نهائي بيحقق المطلوب منه. طيب احنا هون بهذا الشابتر تفكيرنا بس في البيرنجز، فبدنا نشوف كيف ممكن نسوي ديزاين اسسمنت للبيرنجز. طيب احنا البيرنجز زي ما شفتوا احنا فعليا ما نسويها ديزاين، احنا نسويها سيلكشن. يعني بدنا نسوي اسسمنت للبيرنجز اللي احنا اخترناها، نشوف هل بتحقق لنا المطلوب وقديش بتحقق المطلوب. هسه لاحظوا انه لما كنا نختار بيرنجز هنا كان بيكون عندنا ثلاث معلومات: قيمه اللود اللي هو ديزاير لود، بغض النظر يعني هو راديال لحاله او راديال واكسل دمجناهم، المهم في عندنا ديزاين لود. طيب غير هيك في عندنا لايف، ديزاين لايف، ديزاير لايف، وغير هيك بيكون عندنا ريلايبيلتي كول. هسه بناء على هذول الثلاث شغلات نحسب قيمه سي 10 ونروح على التيبلز نختار بيرنج يكون قيمه سي 10 تبعته اكبر او يساوي. ملاحظه انه يعني عاده ما بنلاقيش يساوي، فدائما ناخذ اكبر. فبما انه دائما ناخذ بيرنج تبعنا السي 10 تبعته اكبر، فمعناته هذا البيرنج اللي احنا اخترناه متوقع انه الاداء تبعه يكون احسن من المطلوب تبعنا. طيب احنا هنا بدنا نرجع نحسب شو قيمة الريلايبيلتي الفعلية. يعني مثلا لو كنت شغال على الريلايبيلتي مطلوبة 95%، حسبت السي 10 طلع معي رقم معين، رحت على التيبلز اخترت اشي اكبر. هسا فعليا بما انه اخترت بيرنج السي 10 تبعته اكبر، الريلايبيلتي الفعلية اللي راح احصل عليها راح تكون اكبر من 95%. فبهمنا هون نرجع نحسب شو قيمة الريلايبيلتي الفعلية. فعشان نحسب الريلايبيلتي راح نستخدم اللي هي الايكويشن تبعت السي 10 اللي هي داخل فيها الواب البارامتر ديستريبيوشن، بس راح نحل الايكويشن عشان نطلع قيمه الار. يعني هون احنا اوريدي اخترنا بيرنج فقيمه السي 10 معروفه وبقيه التيرمز كلها معروفه، فراح نحل هذه الايكويشن عشان نطلع قيمه ار، ار اللي هي الريلايبيلتي راح نحصل عليها. فراح تصير معنا الايكويشن بالشكل التالي: ار اللي هي الريلايبيلتي راح نحصل عليها بتساوي 1 ناقص هذا التيرم كم مرة اكس دي اللي هو النان دايمنشنال لايف ميجر اللي هو ديزاير لايف تقسيم لايف ريتنج تبع الكتالوج ابلكيشن فاكتور في اف دي اللي هي الديزاين لود اللي هي ممكن تكون ايكوفلنت او بس الريديال لحاله، سي 10 للبيرنج اللي اخترناه، اكس ناوت وثيتا اللي هي بارامتر تبع الواب ديستريبيوشن، وبي اللي هو شيب بارامتر تبع الواب ديستريبيوشن. كمان مرة هذه الايكويشن نستخدمها عشان نحسب قيم الريلايبيلتي اللي اكبر من 90%. اصغر من 90% فعليا ما نقدرش نستخدم هاي الايكويشن عشان هذه مبنية على ابروكسيميشن معين، فيعني بدنا ننتبه انه ما نصيرش نستخدمها لريلايبيلتي اصغر من 90%. اذا اعطتنا الريلايبيلتي اصغر من 90% جوابنا اكيد خطا، يعني هاي بس صحيحة عشان الريلايبيلتيز اللي اكبر من 90%. طيب هسه خلينا نشوف تو اكزامبلز سريعات من الكتاب اللي هو اكزامبل 11.9 واكزامبل 11.10. طيب في اول اكزامبل عندنا هون اللي هو اكزامبل 11.9 فعليا بحكي لنا عن السؤال او عن الاكزامبل اللي حليناه في اول محاضره اللي هو كان اكزامبل 11.3. هسه بهذاك الاكزامبل كان مطلوب انه نشتغل على الريلايبيلتي 99%، وحسبنا حسبتنا ورحنا اخترنا بيرنج بحقق المطلوب اللي هو السايز تبعه O2 سيريز 40 ملم دي جروف، اوكي، بناء على قيمة سي 10 اللي احنا حسبناها. طيب هسه لو اخترنا هذا البيرنج بيحقق لنا المطلوب. طيب هون في السؤال بحكي لك احنا لو اضطرينا انه نستخدم بيرنج اكبر من هيك بكثير، يعني بدل ما نستخدم بيرنج O2-40 ملم، لو اضطرينا انه نستخدم بيرنج O2-70 ملم، يعني ليش ممكن نضطر نستخدم بيرنج كبير؟ ممكن عشان الشافت، يعني مثلا الشافت تبعنا لو لقينا انه دايمتر تبع الشافت لازم يكون على الاقل 70 ملم،
فأكيد مش راح نروح ناخذ بيرنج البور ديامتر تبعه 40 ملم عشان نطيب لنا ننزل الديامتر تبع الشافت، هذا راح يسبب مشكلة في الشافت. أوكي، يعني إذا الشافت تبعنا المينيموم ديامتر تبعه اللي بحقق لنا مطلوب 70 ملم، فوقتها صفى إنه لازم نختار بيرنج قيمة الديامتر تبعه 70 ملم. طيب إذا لو اخترنا هذا البيرنج بدل اللي إحنا اخترناه، قديش راح تطلع قيمة الريلايبيليتي؟ طيب فاذا راح نستخدم الايكويشن اللي شفناها قبل شوي، المعلومات اللي بدنا نعرفها بالنسبه لهذا البيرنج اللي راح نختاره اللي هو O270، قديش قيمه السي 10 تبعته؟ فمن الكتالوج بنطلعها اللي هي 16.8 كيلو نيوتن. طيب غير هيك بدنا نعرف بقيه معلومات السؤال، الابلكيشن فاكتور كان 1.2، الاف دي ديزاين لود تبعنا كان 1840 نيوتن، وهذه اللي هي البارامتر تبع الواب ديستريبيوشن، وهنا كنا نحكي على الـ SKF كاتالوج، فقيمة الـ XD Non Dimensional Life Measure اللي هي مقسم على 1 مليون ريفولوشن طلع 540. طيب إذا كل التيرمز نطلعها من هذاك الإكزامبل، اللي زاد معانا هنا هي قيمة C10 لهذا البيرنج. فكمان مرة هذه Non Dimensional Life Measure Application Factor، قيمة FD Design Load 1840 على 61800 اللي هي قيمة السي 10 للبيرنج اللي احنا اخترناه هذا. طيب هذه اللي هي اكس نوت 3 اللي هي قيمة ايه للبول بيرنجز، وهذه ثيتا ماينس اكس نوت، وهي قيمة البي. طيب لما نعوض في الاكويشن نحسب بيطلع معانا R.999962. اوكي، فزي ما انتم شايفين يعني الريلايبيليتي طلعت اكبر بكثير من المطلوب، المطلوب كان 0.99، بس بما انه اخترنا بيرنج السايز تبعه اكبر يعني السي 10 او قدره تحمله اكبر، فطلع معانا الريلايبيليتي زي ما انتم شايفين 0.99962. طيب فاذا هيك حسبنا الريلايبيليتي اللي راح نحصل عليها لما نستخدم البيرنج اللي السايز تبعه. طيب في عندنا كمان اكزامبل 11 10، اكزامبل 11 10 بيحكي بالتحديد على الاكزامبل اللي اشتغلناه قبل شوي اللي هو 11 80. طيب الاكزامبل 11 8 زي ما انتم متذكرين حكينا راح نحط تو بيرنجز وراح نحط اثنين ايدنتيكال، وحكينا اللوكيشن اللي عليه اكبر قيمه اللود في اللوكيشن A، فحسبنا قيمه الاف دي بناء على اللوكيشن A، وحسبنا قيمه السي 10 ورحنا اخترنا بيرنج. هسا لاحظوا انه لما اخترنا البيرنج اخترنا بيرنج قيمة السي 10 تبعته اللي هي 1200 او 12100 نيوتن. اوكي هذا البيرنج اللي اخترناه، بينما بناء على حسبتنا اذا متذكرين الاكزامبل اللي اشتغلناه قبل شوي كان مطلوب منا انه يكون قيمة السي 10 للبيرنج اللي نستخدمه عند اللوكيشن A كان مطلوب انه يكون 1000 او 12195. طيب فزي ما انتم شايفين اللي اخترناه قيمة C10 تبعته أصغر. طيب بس بما انه نفس البيرنج استخدمناه عند A واستخدمناه عند B، وB أصلا عليه لود قليل، ففعليا لما نيجي نحسبه هسه راح نشوف هذا انه الريلايبيليتي عند A راح تطلع يعني أصغر بشوي من المطلوب، بينما عند B راح تطلع أكبر بكثير من المطلوب. وبما انه هون في السؤال كان طالب منا كومبايند ريلايبيليتي، نضربهم في بعض نحسب الكومبايند ريلايبيليتي راح تكون بتحقق المطلوب. طيب خلينا نحسب أول شيء عند بيرنج ايه كمان مره، هون بنحكي على تيمكن كاتالوج، فبنستخدم البارامترز تبع الوايرد ديستريبيوشن للتيمكن، هذه اللي هي ثيتا ماينس اكس نوت، اكس نوت 0 زي ما حكينا، 3 على 2 اللي هي زي ما حكينا 1.5 اللي هي قيمه بي، هذه اللي هي نان دايمنشن لايف ميجر استخدمناها قبل شوي في السؤال، هذه قيمه سي 10 للبيرنج اللي احنا اخترناه، وهذه قيمه الايكوفالنت راديال لود للبيرنج اللي موجود على اللوكيشن A، وهذه اللي هي قيمة الـ A تبعتنا بما انه رولر بيرنج قيمة الـ A 10 على 3. طيب اذا عوضنا هذه الايكويشن فحسبنا الريلايبيليتي عند A اللي هي طلعت 0.9947. لاحظ احنا لما اخذنا جذر الـ R طلع معانا الـ R 0.995، فاحنا يعني اشتغلنا على 0.995. لاحظ هذا اللوكيشن بما انه قيمة السي 10 اللي اخترناها اصغر من المطلوب، فعليا طلعت هاي اصغر من اللي احنا بدنا اياه، احنا بدنا 0.995. طيب بس لاحظ انه اصلا في السؤال ما حكى لك انه كل بيرنج بدنا اياه 0.995، حكى لك الاسمبلي الاثنين مع بعض بدنا 0.99. طيب
اذا زي ما حسبنا الريلايبيليتي لاي راح نحسب الريلايبيليتي لبي، باختلاف هنا راح يكون في قيمه الايكوفالنت راديال لود، فبدل 4938 راح نستخدم 2654 نحسب الريلايبيليتي تبعت بي اللي بتطلع 0.999766. نضرب هاي مع هاي عشان نطلع الكومبايند ريلايبيليتي، فبيطلع معانا الكومبايند ريلايبيليتي 2.994، واحنا اصلا كان مطلوب منا كومبايند ريلايبيليتي ار سكويرد بتساوي 0.99، وزي ما انتم شايفين فعليا يعني حققنا المطلوب والجواز. طيب اذا هيك بنكون سوينا ديزاين اسسمنت لتو بيرنجز اللي اخترناهم، فايضا زي ما احنا شايفين هو فعليا احنا حققنا المطلوب، مع انه يعني عند اللوكيشن اي اصغر بس عند اللوكيشن بي اكبر، فالكومبايند ريلايبيليتي فعليا بتساوي القيمه اللي مطلوبه. طيب اذا لحد هنا احنا فعليا نكون خلصنا من تشابتر 11 ومنوقف محاضرتنا لحد هنا.